سمعت الأخبار مبارحة يا إسلام؟ لا، شو صار؟ مصيبة كبيرة؟ زلزال؟ بركان؟ إجا عيسى عليه السلام؟ ولك لا لا، بس أسروا كم واحد من جماعتك الإرهابيين. إيه وين المشكلة دكتور؟ بكرة بنحررهم؟ ما في داعي تحررهم. وليش بقى؟ لأنه الأبطال تبعك طلعوا أجبن الناس، بمجرد ما قبضوا عليهم أنكروا إسلامهم. إيه بسيطة، إنكار الإيمان قدام العدو جائز للمسلم دكتور. بس هاد جبن، كلمة جبان ولا الله يرحمه دكتور. مو على أساس أنتم مستعدين تموتوا مشان الله والرسول والقضية؟ إيه دكتور إيه، بس مش هيك رخيص بالأسر. إيه بس جماعتك كفروا بالإسلام والرسول، وأنت قلت لي اللي بيترك دينه يقتل. إيه علينا، كمان ما بيهم دكتور. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني إذا جبروني على الكفر ممكن أكفر، بس بقلبي بضل مؤمن. رح خبرك أسباب نزول هالآية الكريمة دكتور. اخبرنا ونورنا. يا سيدي، الكفار أسروا واحد من جماعتنا اسمه عمار بن ياسر، وعذبوه مشان يكفر بالله والرسول. وأكيد كفر من أول ضربة، مو هيك؟ إيه إيه دكتور، إجا لعند الرسول واعترف إنه كفر. وشو قالوا الرسول؟ أخس عليك بتنكرني وبتنكر ربك قدام الأعداء؟ لا دكتور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد. يعني إن كرروها أنت كمان كرر الكذب. وأخونا ابن عباس فسر الآية وقال: من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه. على قولة المثل، الجبان بيموت 1000 مرة والبطل بيموت مرة واحدة. شو بتقصد دكتور؟ إيمانك ما في ذرة التضحية سيد إسلام. نحن عنا إنكار المسيح بالفم هو إنكار بالقلب، والإنسان المفروض يموت ولا ينكر ربه أمام الناس. عنا غير دكتور، نحن فينا نتلون بحسب الوضع، وفي 3 أشياء الله ما بيحاسبنا عليها. عن النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. على الأقل الواحد بيقاوم شوي يا أخي. شوف دكتور، العلماء اختلفوا إمتى الواحد لازم يقر تحت الإكراه. ابن عمر بيقول: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته وأوثقته أو ضربته. وقال ابن مسعود: ما كلام يدرؤ عني السلطين إلا كنت متكلما به. يعني بعد جلدتين بيجوز لك تقر دكتور. وقال الحسن: القيد إكراه والسجن إكراه. وقال مالك: الوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع. يعني ما في داعي تنضرب حتى تنكر الله والرسول دكتور، يكفي إنك تخاف من التهديد. العمى النسوان فيهم شهامة وعزة نفس أكتر من رجالك سيد إسلام. الرخصة هي بس للإنكار بالفم مو بالفعل. يعني إذا أجبرونا نسجد للصنم ما لازم نسجد ولو متنا. هيك المفروض. بس كمان هاي شفنا لها استثناء شرعي حتى ما نموت. ايوة، استثناء شرعي للنفاق الشرعي. بيقول العلماء: إذا قيل للأسير اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتك، قال: إن كان الصنم مقابل القبلة فليسجد ويكون نيته لله تعالى. بس بعض العلماء بيقولوا يجوز إنه يسجد حتى لو لغير القبلة، لأن الحياة إلها قيمة يا أخي. إيمانك كله نفاق بنفاق سيد إسلام. أنت مش بس مريض نفسيا، وإنما مريض إيمانيا كمان. عندك حبوب للمرض الإيماني دكتور؟